العشاء متجها إلى غزة يقرأ في الصحراء في سيف أشعياء الله أرسل في ربس له معلنا بشارة الخلاص لكافة الأجناس من السودان من اليونان من اليابان ومن جميع البلدان لهم مكان لهم أمان إن جاءوا الآن ليسوع بالإيمان فدعاه وسأل من ذا الذي عن احتمل جروحا وألام وسيقك الحمل فشارك الخبر قام المسيح وانتصر مانحا خلاص لكافة الأجناس من السودان من اليونان من اليابان ومن جميع البلدان متجها إلى غزة يقرأ في الصحراء